في إطار الحراك الدولي لمناقشة الأزمة في سوريا، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التطورات الجارية في سوريا. وأكد كيم مون خلال اللقاء ما أكده قبل خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي تركز على التوافق الروسي الأممي حيال ضرورة حل الأزمة في سوريا عن طريق الحوار دون أي تدخل خارجي وعقد مؤتمر دولي بأسرع وقت ممكن. حل الأزمة في سوريا عن طريق الحوار دون أي تدخل خارجي بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا، أهم النقاط التي جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التأكيد عليها في مؤتمر صحفي جمعه والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة سوتشي الروسية. ودعا لافروف وكيمون إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي حول سوريا في أسرع وقت ممكن وإجلاس كافة الأطراف على طاولة الحوار. إن بيان جنيف يعتبر قاعدة لحل الأزمة في سوريا، وقد توصلنا إلى اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة على أنه يمكن حل الأزمة في سوريا عن طريق الحوار الداخلي بمشاركة جميع الأطراف ومن دون تدخل خارجي، ونحن حريصون أن تبقى سوريا موحدة وذات سيادة. وردا على سؤال حول مسألة التحقيق باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا، أكد لافروف دعم روسيا لطلب الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة للقيام بالتحقيقات في هذا الموضوع. الحكومة السورية أبدت استعدادها للتعاون بخصوص موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية، وقدمت طلبا إلى الأمم المتحدة للتحقيق بهذا الموضوع فور وصول المعلومات في 19 من آذار الماضي. وحول توريد الأسلحة الروسية إلى سوريا، استغرب وزير الخارجية الروسي محاولة بعض وسائل الإعلام تضخيم هذا الأمر، وجدد تأكيده التزام بلاده بالعقود المبرمة بهذا الشأن. روسيا تقدم وتورد الأسلحة لسوريا عبر الاتفاقيات من دون أي خرق للمبادئ والاتفاقيات والوثائق الدولية، وهي تورد بالدرجة الأولى أسلحة دفاع جوي، وهذه الأسلحة لا يمكن أن تؤدي إلى خرق أي توازن في المنطقة. في الإطار ذاته وعلى لسان ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي، أكد الكرملين أن روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بتوريد أسلحة دفاعية إلى سوريا، مشددا على أن هذه التوريدات تتفق تماما مع القواعد الدولية.